بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من النشاط العلمي، موضوع الفلك، الدرس الثاني، دوران الأرض حول الشمس. إذا لنبدأ على بركة الله. إذا عنوان الدرس هو دوران الأرض حول الشمس. إذا أهداف الدرس: التعرف على دوران الأرض حول الشمس، التعرف على السنة البسيطة والسنة الكبيسة. تمهيد. إذا لاحظ المتعلمون أن موقع ظل قاعات الدرس يتغير على مدار النافذة، فأرادوا معرفة سبب ذلك. إذا هنالك مجموعة من الفرضيات التي طرحها التلاميذ حول سبب تغير طول ظل النافذة. إذا للإجابة على السؤال نبدأ مباشرة مع النشاط الأول: ألاحظ وأفسر. نعم، النشاط الأول: ألاحظ وأفسر. تم قياس طول ظل عصا مثبتة في ساحة المدرسة خلال فترات أربع من السنة الدراسية وفي نفس الساعات، فكانت النتائج كالتالي: نعم، يوم 21 شتنبر و 21 مارس على الساعة 12 زوالا كان طول ظل العصا 65 سنتيمتر. يوم 21 دجنبر على الساعة 12 زوالا كان طول ظل العصا 80 سنتيمترا. يوم 21 يونيو على الساعة 12 زوالا كان طول ظل العصا 50 سنتيمترا. إذا هنا يتبين بأن طول ظل العصا في الفترة الممتدة يوم 21 دجنبر على الساعة 12 زوالا كان هو الأطول. إذا في هذه الفترة 80 سنتيمتر، إذا كان طول ظل العصا 80 سنتيمتر، وبالتالي فهو أكبر من الفترات الأخرى. النشاط الثاني: أكتشف دوران الأرض حول الشمس بواسطة نموذج. نعم، تابع معي جيدا. إذا لاحظوا معي جيدا هذا المجسم كرة الأرضية. نعم، إذا نقرأ النشاط. إذا أولا أثبت برغيا على مجسم كرة أرضية. ثانيا أضع المجسم على الطاولة في غرفة مظلمة أمام مصدر ضوئي. ثالثا أدير المجسم حول المصدر الضوئي من اليمين إلى اليسار لأمثل ظلال العصا في كل فترة، بحيث يكون البرغي في كل وضعية مواجها للمصدر الصوتي. رابعا إذا أستنتج في كل وضعية مواجها للمصدر الضوئي. أستنتج انطلاقا من هذه المناولة: ألف، سبب اختلاف طول الظلال في الفصل إلى آخر. إذن سبب اختلاف طول الظلال من فصل إلى آخر. ب، المدة الزمنية التي تستغرقها الأرض للقيام بدورة كاملة حول الشمس. سبب اختلاف الظلال من فصل لآخر هو مسار البيضاوي التي تأخذه الأرض عند دورانها على الشمس، بحيث ينتج عن هذا اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس عن المكان الواحد من الأرض بين شهر وآخر. ب، المدة الزمنية التي تستغرقها الأرض للقيام بدورة كاملة حول الشمس هي 365 يوما فاصلة 25. النشاط الثالث: ما هي مدة دوران الأرض حول الشمس؟ تدور الأرض حول الشمس دورة كاملة مدتها 365 يوما وربع اليوم، أي 6 ساعات، 365 يوم زائد ربع اليوم اللي هو 6 ساعات. وتيسيرا للحساب يتم اعتبار 3 سنوات مكونة من 365 يوما للواحدة، وتسمى سنوات بسيطة. ثم تأتي سنة رابعة مدتها 366 يوما تسمى بالسنة الكبيسة. إذا السؤال الأول: كيف نحسب اليوم المضاف إلى السنة الرابعة؟ ثانيا أحدد الشهر الذي ينضاف له ذلك اليوم. ثالثا تعتبر سنة 2004 سنة كبيسة، أحدد سنتين كبيستين سابقتين لها وسنتين كبيستين تاليتين لها. إذا نبدأ الإجابة على السؤال الأول. إذا كيف نحسب اليوم المضاف إلى السنة الرابعة؟ إذا كما تعلمون أن دورة الأرض حول الشمس تقريبا 365 يوما وربع اليوم، أي 6 ساعات. إذا 6 ساعات نضربها
في 4. إذن 4 في 6 تساوي 24 ساعة. إذن هذه الطريقة التي يجب أن نتبعها في حساب اليوم المضاف إلى السنة الرابعة. ثانيا، أحدد الشهر الذي ينضاف إليه ذلك اليوم. إذن الشهر الذي ينضاف إليه ذلك اليوم هو شهر فبراير. إذن السؤال الثالث، تعتبر سنة 2004 سنة كبيسة. أحدد سنتين كبيستين سابقتين لها وسنتين كبيستين تاليتين لها. إذن طريقة بسيطة جدا. إذن نطرح إذن كما قلت نطرح 2004، نطرح 4 من 2004. إذن تساوي، إذن 2004 ناقص 4 تساوي 2000. إذن سنة 2000 كانت سنة كبيسة. ثم نطرح 4 سنوات من 2000، إذن تساوي 1996. إذن 1996 كانت سنة كبيسة. إذن السنتين الكبيستين السابقتين هما 2000 و 1996. أما بالنسبة للسنتين الكبيستين التاليتين، إذن 2004 زائد 4 تساوي 2008. إذن 2008 كانت سنة كبيسة. إذن 2008 زائد 4 تساوي 2012. إذن 2012 سنة كبيسة. إذن 2008 و 2012 سنتين كبيستين. إذن الملخص، تدور الأرض حول الشمس متبعة مسارا يسمى مدار الأرض، ويكون على شكل إهليجي. تتم الأرض دورة كاملة حول الشمس خلال 365 يوم وربع يوم أو 6 ساعات، وتسمى السنة البسيطة. عند إكمال 3 سنوات تأتي سنة رابعة مدتها 366 يوما تسمى بالسنة الكبيسة أو بسنة كبيسة. إذن هذا هو ملخص هذا الدرس. إلى هنا نصل إلى نهاية الدرس. إلى اللقاء في فرصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.